إذن متابعينا الكرام، مرحبا بكم من جديد في هذا البث المباشر من الضالة البيضاء. فكنرحبوا بكم متابعينا الكرام، وكنبغوا دائما في إطار هذه الجولات الليلية فكنبغوا على أننا نناقشوا معكم مواضيع اللي كتكون بالضبط هي مواضيع الساعة اللي كانت داولوها بيناتنا. فاليوم بغينا نهضروا على الأحداث اللي وقعوا ما بين الرجاء والجماهير أو بعض المحسوبين جماهير الوداد البيضاء، وبعد ما قاموا داكشي اللي شفناه في شارع الفيدا، كذلك على حسب ما قالوا لنا بعض الناس كانت مناوشات في حي الفرح اليوم على حسب قول بعض الناس اللي هنايا. فجينا نشوفو نديرو جولة نشوفو شنو واقع. شنو بالكم متابعينا الكرام في هذه القضية هذه ديال هذا العرف اللي ولا بزاف؟ ما عرفناش علاش كيوقع هذا الشيء، يعني شنو الهدف، شنو الغاية، شنو ممكن يستافدو ولا يستافدو هذوك اللي يتخاصمو داك الشيء، شنو الاستفادة في هذا الشيء كامل؟ كنظن ما كاين والو غير الخسارة. كنظن على ان الوالدين هما اول واحدين مساكن كتجي فيهم الدقه. فاحنا اليوم كان استثناء، يعني حضرنا بزاف ديال الحوايج، كنا في تيران راكم شفتوا متابعينا الكرام، فنقلنا لكم جميع الاحداث اللي كانوا، كنا في تيران فمشينا عاوتاني لشارع الفيدا للاحتفالات، شفنا داك الشيء اللي وقع في شارع الفيدا فحضرنا فيه وقلنا لكم داك الشيء اللي وقع. من وراها مشينا عاوتاني للسبيطار ديال ميريسكو قسم المستعجلات، درنا تما واحد لايف غادي تلقاوه ان شاء الله في الصفحه. شفنا يعني شي حوايج اللي كيضروك، ولو ان تكون انت مالك والو، يعني ما عندك علاقه بالموضوع مالك والو، فغادي تشوف دوك الحوايج غادي يضرك خاطرك. مثلا اول حاجه غادي نهضروا على دوك الدراري اللي كيديروا الصداع وداك الشيء. حنا ما كنهضروش على اي جمهور، ولكن كنهضروا من هنا ومن هنا زعما اجمالا. كنلقاو اولا الدراري كنلقاوهم يعني كاملين مراهقين، اغلبيه كيخرج على حياته في ديك اللحظه، يعني غادي الله يحفظ ضرب شي واحد تقتلو ولا هادي راه غادي تمشي للحبس. الحبس غادي تمشي خرجتي على حياتك كامله، خرجتي ماشي حتى على حياتك، خرجتي حتى على حياه والديك، حيت الوالدين ديالك بعد ما ولدوك وكبروك وصلتي لديك المرحله ديال انك وليتي كتكبر وعارف اش شنو كدير وكتخرج وليتي كاع باغي تضرب، يعني راه انت راه كمشروع راه مخسوره فيك واحد الفلوس ومخسور فيك واحد الجهد كبير، واحد الطاقه، واحد بزاف ديال الحوايج مخسورين فيك، سواء معنويا سواء ماديا سواء ماديا، يعني خاسرين عليك والديك فلوس باش يصرفوا عليك، باش كيوكلوك، باش كيشربوك، باش كنتي صغير، باش داوك للسبيطار، باش داووك، باش لبسوك، باش بزاف ديال الحوايج. عارفين نتوما متابعينا الكرام هذا الشيء كامل، شاش كاملين الحمد لله كنعيشوا في بيئه واحده. هادو من ناحيه داكشي اللي قلنا مادي، من ناحيه داكشي اللي غنقولو معنوي هو انهم ربوك، يعني بغاوك تكون حسن منهم، يعني بغاوك تهز بيهم، بغاوك تكبر بيهم، بغاوك فين يكبروا هما تكون نتايا في كتافهم، يعني تكون نتا هو ديك الحمايه اللي غادي تحميهم. فاذا بك انت كتكبر وكتولي قداك وكتمشي دير بحال ما هكا، واش هذا هو الجميل اللي طرت لهم؟ بل اكثر من ذلك مساكن قبيله فين مشينا للسبيطار، والله الا شي مناظر اللي كيحزوا في النفس صراحه. تلقى مسكينه مرا كبيره ولا اب كبير وجايب ولدو اللي داير الصداع، مسكين كاين اللي ولدو كان غير ديز ولا كيتفرج حتى ولا مضروب، كاين اللي جاي يهاجم. المهم حنا كنهضروا دابا على الوالدين، تخيل معايا المسكين هذاك السيد باغي غير يرتاح، لو انه غير يبقى مرتاح في دارو هادي درتي فيه اجر كبير. فاذا بيه انت كتسخسخو هادي، علاش هادشي كامل؟ علاش حنا راه هادشي كله راه غير كوره، راه غير كنلعبو، راه ماشي شي حاجه، راه غير
غير كيفاش غادي نصرا غير لعبه زعما ماشي زعما كور باش غادي نبدا وصافي عادي يعني داك شي عادي داك الشدان عادي شي غادي نبغيو نقراو بعض من التعاليق ديالكم متابعينا الكرام ونشوفوا الراي ديالكم حول هاد الظاهره اللي شاهدناها اليوم فهي كتعتبر ظاهره حيت ماشي اول مره غادي يوقعوا بحال ما هاد الشبكات فكتعتبر ظاهره دائما في اطار الموضوع ديالنا بالعكس خاص يكون تشجيع الفريقين خاص يكون واحد الروح ديال رياضيه روح بين الفريقين بين الجماهير على حقاش هذا العام فاش عندنا تنافسيه كبيره فتخيل معايا منين ما شفنا بحال هكا حتى 10 دقائق او 5 دقائق الاخرى فالا ما قلنا كاع 3 دقائق الاخرى هذا باش غادي يتحدد الهويه ديال البطل ف الدوري الانجليزي اللي كتوقع فيه هذه القضيه هذه ف شابو لجميع الفرق متابعينا الكرام وصلنا لنهاية هذا البث المباشر
عندي هضرنا فيه على هاد كي غادي نسميوها مشاحنة بين الجماهير. نتمنوا من الله ان شاء الله على ان ما يبقاش يوقع بحال ما هذا الشيء. فنبغون نهنئوا فريق الرجاء البيضاوي على البطوله ديالو، ونبغوا نقولوا شابو للوداد، نافسوا حتى العشرة دقائق الاخرى تبارك الله عليهم. ان شاء الله نتمنوا الفرق بجوج مسيره موفقه في الشامبيونز ليغ. عندهم ماتشات صعاب، الوداد مع الاهلي، الرجاء مع الزمالك. ان شاء الله يا ربي بغينا نشوفوا نهائي مغربي، بغينا نشوفوا ان شاء الله نهائي مغربي. حظ موفق لنهضه بركان والحسنيه كذلك، واخا تلاقاو في ماتش واحد ما بغينا شي وحده تغادر، ولكن ان شاء الله هذيك اللي غادي تدوز فغادي نبغيوها، نبغيوها ان شاء الله توصل للفينال ودير الفينال ان شاء الله وتجيب لاكوب ويكون نهائي مغربي ان شاء الله. فهذه متمنيات ديال الجميع. نبغيو نحيو الجماهير وفريق والمكونات ديال المغرب فاسح الصعود ديالو القسم الوطني الاول، اللي غادي يعطي واحد النكهه خاصه كيف ما قلنا مشابهينا الكرام، اللي غادي يعطي واحد النكهه خاصه للدوري المغربي. نبغون نهنئو كذلك فريق وجمهور ديال الاتحاد المحمدية، كذلك حظ موفق ليه ان شاء الله ولجميع الفرق الوطنية. مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم لنهاية ديال هذا البث المباشر، نتلاقاكم ان شاء الله في بث مباشر اخر. الى اللقاء.